بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الطلبة، أسعد الله صباحكم وأهلا وسهلا بكم في محاضرتنا لهذا اليوم المعنونة بأهم الاعتبارات في تحديد الأهداف. وقبل أن نتعرض إلى هذا الموضوع بالتفصيل، نستعرض بإيجاز ما أخذناه في محاضرتنا السابقة. تناولنا عناصر التنظيم الإداري بإيجاز، وأيضا تناولنا الأهداف وتكلمنا عن مفهوم الأهداف، وأيضا تكلمنا عن أنواع الأهداف الثلاثة. عندنا باختصار هي الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى، والأهداف متوسطة المدى، والأهداف قريبة المدى. اليوم في محاضرتنا نكمل ما أخذناه في المحاضرة السابقة حول موضوع أهم الاعتبارات في تحديد الأهداف. في عندنا عدد من الاعتبارات يجب أن نراعيها عندما نقوم بتحديد الأهداف. أول اعتبار، لابد أن نراعي الاستقرار النسبي. الاستقرار النسبي، ما معنى الاستقرار النسبي؟ عندما نقول هذا المفهوم الاستقرار النسبي، ما معناه؟ وليد، أنه لا يعني وجود أي جمود في السياسة العامة للمؤسسة، ولكن تكون تتمتع بالمرونة الكافية التي تسمح بمراجعتها من فترة إلى أخرى. بالضبط، يعني استقرار. أيوة تفضل. نعم. أي نعم، يعني الاستقرار النسبي لا يعني الجمود في الأهداف، وإن قلنا خلاص قلنا هدف خلاص هو هذا الهدف. لا، أحيانا في عوامل تتحكم فيه، ظروف داخلية خارجية. فلذلك لابد أن نراعي المرونة بالنسبة للأهداف وتحقيقها، لكن مع مراعاة الاستقرار النسبي وليس الاستقرار المطلق أو القطعي. لا، استقرار نسبي، وعندما نجد أن الهدف يجب تغييره أو متعديله أو كذا، هنا في مرونة بتكون. فهذا اعتبار يجب أن نضعه في اعتبارنا عندما نقوم بتحديد الأهداف. مفهوم هذا؟ طيب، نأتي إلى الاعتبار الثاني، وهو الوضوح والتحديد الدقيق للأهداف. ما معنى ذلك؟ ما معنى هذه العبارة؟ يجب أن تكون الأهداف واضحة، بمعنى تتناسب مع الظروف الموضع علينا. نعم، أيوة. في حد بده يتكلم ايضا؟ ايش معنى الوضوح؟ غامضه. نعم، بالضبط. يعني من خلال العباره اللي هي الاعتبارات في تحديد الاهداف، لازم نراعي، لابد ان نراعي الوضوح والتحديد الدقيق للاهداف. وهنا طبعا نجاح العمل هو بتحديد الهدف. ماذا نريد ان ننجز؟ ماذا نريد ان نحقق؟ ماذا تريد المؤسسه ان تحقق؟ فلذلك لابد أن تكون أهدافها واضحة، وضوح، وأهدافها واضحة للعاملين فيها، حتى يعلم كل موظف ما هي أهداف المؤسسة وما هو المطلوب منه من أجل تحقيق هذه الأهداف. فمن هنا يقع على عاتق المؤسسة وإدارتها توضيح الأهداف اللازمة لها، اللازم تحقيقها لهذه المؤسسة. فهذا يعتبر من أهم الاعتبارات أيضا التي يجب أن نراعيها عندما نقوم بتحديد الأهداف للمؤسسة. في عندنا أيضا من أهم الاعتبارات الإعلان الصريح. ماذا يعني الإعلان الصريح؟ ها؟ يعني يجب تكون الأهداف واضحة لجميع الأفراد من خلال التسلسل الإداري إلى أقل واحد في العام، حتى كل واحد يعرف مدى أهدافه، مدى يعني إدارياته يعني. كويس. في أي مفهوم آخر؟ يعني معناها الإعلان، إحنا تكلمنا عن الوضوح عند تحديد الأهداف، والإعلان عن تحديد الأهداف لكل المؤسسة، لكل العاملين داخل المؤسسة، وهذا بيقع كما قلنا على عاتق الإدارة، واضح، والمدير بالدرجة الأولى في توزيع أو توزيع يعني توضيح هذه الأهداف للعاملين في المؤسسة. فلذلك كان لابد أن نعلن عن هذه الأهداف الخاصة بالمؤسسة حتى يعلم كل موظف ما هو المطلوب منه في إنجاز وتحقيق هذه الأهداف. هذا معنى الإعلان الصريح هو
أن نعلن للعاملين عن هذه الأهداف التي يراد تنفيذها من قبل المؤسسة أو من قبل العاملين، وهي تكون جزء من قيام العاملين بتحقيق هذه الأهداف من خلال عملهم داخل المؤسسة. في عندنا أيضا ما زال الاعتبارات في تحديد الأهداف. في عندنا اعتبار اللي هو بالنسبة للأهداف قصيرة المدى. كيف يعني؟ إيش معنى هذه العبارة؟ يعني تكون الأهداف قصيرة المدى بتخرج من وين؟ من الإطار الأعلى واحد يعني. بعدين تتقسم من خلال أفراد معينين لتصل لتفرع إلى حد أدنى. لمستوى الأفراد اللي يعني العمال من رئيس المؤسسة إلى رئيس الأقسام إلى رئيس الهدف حتى تصل لحد أدنى. بالضبط. يعني هنا نقول بالنسبة لأهداف قصيرة المدى لابد يكون تسلسل هذه الأهداف من الإدارة العليا إلى الإدارة المتوسطة إلى الإدارة التنفيذية داخل المؤسسة حسب التسلسل الإداري. وهذه طبعا يعني مهمة جدا، لأنه لابد الأهداف، احنا قلنا الأهداف العامة لابد تجزئتها، لابد تكون أهداف جزئية أهداف فرعية اللي بنقول عنها متوسط المدى حتى يتم تحقيق هذا الهدف العام من خلال العاملين داخل المؤسسة. في عندنا أيضا ضرورة تحديد أهداف محددة لكل وحدة. ما معنى ذلك؟ ولي تقوم بتحديد الأهداف لكل وحدة داخل المؤسسة، لكل جزء من أجزاء المؤسسة له أهداف خاصة به. يتم تحديدها لكي تكون كل وحدة على حدة تطبيق هذه الأهداف وعدم الاختلاط في تطبيق الأهداف. بالضبط، حتى يكون تنسيق بينها، تعاون بينها، ولا تتكرر الأهداف عند وحدة ووحدة أخرى. إذا معنى ذلك إنه الاعتبارات التي يجب أن نراعيها عند في وضع الأهداف أن توزع الأهداف على الأقسام أو الوحدات، بنسميها الوحدات أو الأقسام داخل المؤسسة، حتى لا يتعارض أي قسم مع الآخر في تنفيذ الأهداف. ما يكونش في عندنا ازدواجية في الأهداف، في عندنا تنسيق بين الأقسام، لأن بدنا نوزعها لكل حسب ما يقوم به من عمل داخل المؤسسة. فهذا بنسميها اللي هي تحديد أهداف محددة لكل وحدة أو لكل قسم داخل المؤسسة، حتى يعني لا يكون ازدواجية أو تكرار قسم يقوم بعمل قسم آخر، لا يجوز. تنسيق بنسميه، والتنسيق احنا عارفين تعاون ما بين الأقسام المختلفة من أجل تحقيق هدف المؤسسة أو هدف معين. وهذا بيعتمد على أنه الهدف من التنسيق يعني ما بكونش في ازدواجية عندنا، ما فيش تكرار، بنحافظ على الوقت، بنحافظ على الجود. واضح؟ العمل منظم، كل قسم يقوم بعمل معين من أجل تحقيق الهدف العام الخاص بالمؤسسة. الكل في النهاية يلتقي بأنه تم تحقيق الهدف العام عندما يقوم كل قسم أو كل وحدة داخل المؤسسة بتحقيق ما يطلب منها من إنجازات في تحقيق الأهداف. واضح؟ هذا اعتبار يجب أن نضع فيه أيضا في اعتباراتنا بالنسبة لتحديد الأهداف، اللي هي توزيع المسؤوليات، توزيع العمل على العاملين داخل المؤسسة من خلال وحداتهم وأقسامهم. أيضا أن تكون الأهداف واقعية ومعقولة. ماذا يعني ذلك؟ أيوة تفضل. واقعية ومعقولة يعني ما تكونش الأهداف خيالية. مش معقول أضع أهداف للمؤسسة يعني مثالية أو لا تستطيع المؤسسة تحقيقها، هذا بيكون خيالي غير واقعي. فلذلك دائما الأهداف لابد أن تكون متطابقة مع إمكانيات وقدرات المؤسسة، وتلبي حاجة المجتمع، وتحل مشكلة داخل المجتمع، تساعد المجتمع في حل مشكلة أو إشباع حاجة. إذا من هنا الأهداف اللي أضعها لابد أن تكون واقعية حسب إمكانيات وقدرات المؤسسة المادية والبشرية وحسب حاجات المجتمع، ولا تكون خيالية أكبر من قدرة المؤسسة أو لا، تكون تتناسب مع قدرة المؤسسة. فلذلك من هنا من الاعتبارات اللي يجب أن أراعيها عند تحديد الهدف أو الأهداف الخاصة بالمؤسسة هو مراعاة الإمكانيات والقدرات الخاصة بالمؤسسة، وهذه تكون الأهداف التي أضعها واقعية تتناسب مع الواقع، واقع المؤسسة وواقع المجتمع. هذا اعتبار يعني
برضو بالرأي عندما نضع أو يعني نضع أهداف المؤسسة. نعم. في عندنا أيضا في برضو من الاعتبارات هو ألا تتناقض الأهداف مع بعضها البعض. ماذا يعني ذلك؟ كيف يتم، كيف يعني العبارة أنه لا تتناقض الأهداف، الأشياء اللي بدنا عندما نقوم بوضع الأهداف يعني لا تتناقض مع بعضها البعض. ها مين يوضح لي هذه النقطة؟ تفضل. عند تحديد الأهداف لازم تكون الأهداف كلها واضحة. الوضوح يترتب عليه اللي هو أن تكون الأهداف متوافقة فيما بينها عند التنفيذ، أي لا تتناقض في اللي هو في الفكرة العامة للأهداف وفي التطبيق أيضا. لا تتناقض، معنى الأهداف أنها تكون واضحة، مش هدف يناقض هدف، هدف يخالف هدف، لا، لازم الأهداف تكون متنسجمة مع بعضها البعض، وألا يكون هدف مخالف لهدف آخر ويعارض هدف آخر في التحقيق، وهكذا لابد يكون في تناسق وتناغم وانسجام من أجل هذه الأهداف. كل الأهداف هذه كلها من أجل تحقيق الهدف العام للمؤسسة والأهداف العامة للمؤسسة. طيب في نقطة أخيرة أيضا، ما هي؟ المجتمع وبيئة المنظم من خلال الاحتياجات الأهم من الأهم، يعني مثلا في احتياجات مثلا بحتاج الأفراد زي المعكر المشغل تتدرج زي التسلسل يكون لازم تتناسب مع احتياجاتهم. أن تتفق الأهداف مع حاجات ومطالب البيئة في داخل وخارج المنظمة. هاي وليد، عند وضع الأهداف، عندما نقوم بوضع الأهداف المصر نقوم بوضع الأهداف لازم تراعي الجانبين، الجانب الأول اللي هو داخل المنظمة أي العاملين والهيئة الكاملة للمنظمة، وخارج المنظمة البيئة المحيطة بالمنظمة، من خلال أن تكون الأهداف موافقة للموارد والإمكانيات المتاحة وقدرات العاملين داخل المنظمة. بالضبط، بالإضافة للكلام اللي قلته أيضا، أن تتلائم الأهداف مع حاجات البيئة، مع حاجات المجتمع، تلبي حاجة، فلذلك من هنا لابد هذه الأهداف تلبي حاجة في سواء في داخل المنظمة أو خارج المنظمة، تلبية لحاجة داخل المنظمة أو تلبية حاجة للبيئة خارج المنظمة، لإشباع حاجة للمجتمع أو حل مشكلة للمجتمع. فلذلك لابد هنا الاعتبارات التي يجب أن نراعيها، من ضمن هذه الاعتبارات أن تكون الأهداف تتفق مع حاجات ومطالب المجتمع، واضح؟ مع مطالب المجتمع، وألا تكون متعارضة مع مطالب المجتمع وحاجات المجتمع. فلذلك عندما نضع أهداف للمؤسسة يجب أن تنسجم مع حاجات المجتمع ومشكلات المجتمع، تساعد هذه الأهداف على إشباع حاجات المجتمع وعلى معالجة قضايا المجتمع أو مشكلات المجتمع. هذه باختصار هي أهم الاعتبارات التي يجب أن نراعيها في اللي هي تحديد الأهداف. في من أجل تحقيق هذه الأهداف عندنا يعني من كيف يتم تحقيق هذه الأهداف؟ عنواننا الآن كيف يتم تحقيق هذه الأهداف؟ إحنا وضعنا الأهداف الخاصة بالمؤسسة أو المؤسسة وضعت لها الأهداف، لكن وأيضا عملنا الاعتبارات أيضا اللي وضعنا بها الأهداف للمؤسسة، لكن من الذي يقوم بالتنفيذ؟ من الذي يقوم بالتنفيذ؟ وما هي مستويات الإدارة من العاملين، الإدارة والعاملين داخل المؤسسة اللي ممكن ينفذوا لنا هذه الاشياء؟ ها يمكن تحقيق الاهداف لصلاح المؤسسه من خلال العاملين داخل المؤسسه في الاداره، الاداريين داخل المؤسسه. نعم طبعا على المستويات عده، في الاداره العليا المتوسطه والمشرفون التنفيذيين الميدانيين. نعم التنفيذ الخطه. بالضبط تحقيق الاهداف. بالضبط، اذا معناته التنفيذ يقع على عاتق الاداره والعاملين داخل المؤسسه، التنفيذ للاهداف وتحقيق الاهداف. فلذلك من هنا المسؤوليات تتوزع على العاملين والإدارة بمستوياتها المختلفة. عندنا في الإدارة ثلاث مستويات تقوم بتحقيق الأهداف. أول شيء الإدارة العليا، والإدارة العليا داخل المؤسسة من مهامها هو رسم السياسة العامة للمؤسسة، واضح؟ وتحديد الأهداف العامة أيضا للمؤسسة. بعد ذلك تنتقل هذه الأهداف، هو الأفضل أن يشترك جميع العاملين مع الإدارة بمختلف مستوياتها بوضع الأهداف، هذه الإدارة الناجحة.
الإدارة الناجحة هي التي تشرك الجميع في وضع أهداف المؤسسة. لكن بنقول إحنا الإدارة العليا هي مسؤولة عن رسم السياسة العامة للمؤسسة وتحديد الأهداف العامة للمؤسسة. بعد ذلك تنقل هذه السياسة العامة والأهداف العامة إلى من؟ إلى الإدارة المتوسطة. إلى الإدارة المتوسطة. لذلك الإدارة العامة هي تقوم بالتخطيط طويل المدى وبتحول هذه الأهداف إلى الإدارة الوسطى. الإدارة الوسطى تحول هذه الأهداف إلى من؟ إلى العاملين، إلى الجهة التنفيذية عندنا اللي هو المشرفون التنفيذيون. هذه بنسميها إدارة مباشرة، اللي هم العاملين داخل المؤسسة يقومون بالتنفيذ. إذن ثلاث مستويات من العاملين تتحقق من خلالهم الأهداف، اللي هي الإدارة العليا رسم السياسة وضع التخطيط، أيضا الإدارة العليا تتلقى التقارير من وين؟ من الإدارة الوسطى، لأن الإدارة الوسطى هي حلقة الوصل ما بين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية اللي هي من العاملين المباشرة المشرفون التنفيذيون. هذولا يعني الإدارة التنفيذية بنسميها. فلذلك الإدارة الوسطى هي تقوم بحلقة الوصل ما بين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية. الإدارة العليا بتجيب منها التقارير، عفوا التخطيط والأهداف وكذا، بتوصل هذه الأمور إلى من؟ من الإدارة المتوسطة إلى الإدارة التنفيذية. الإدارة العليا بتأخذ من الإدارة الوسطى التقارير اللازمة عن سير العمل، واضح؟ تقارير عن سير العمل داخل المؤسسة. هذه مهمة أنكم تفهموها، الأشياء مهمة جدا في الإدارة عند تطبيق، خاصة في مؤسساتنا الاجتماعية، حتى نعرف ما العلاقة بين الإدارة العليا والمتوسطة والتنفيذية. الوسطى بتقوم بإيه؟ قلنا حلقة الوصل بين الإدارة العليا والوسطى ورفع تقارير للإدارة العليا، وأيضا تحويل الخطط إلى أهداف من أجل تحقيقها من قبل الإدارة التنفيذية، واضح؟ وهكذا. طبعا الإدارة هذه بتقوم بمختلف الأنشطة وتقدم تقارير دورية للإدارة العليا وبيانات ومعلومات وإحصاءات، كلها بتعاون هذه الإدارة العليا في عمل التخطيط. في عندنا الإدارة المباشرة، هذه تختص بأعمال التنفيذ اليومي في إطار أهداف وسياسات المؤسسة، وبترفع تقاريرها لمين؟ للإدارة الوسطى أول بأول. ماذا تم إنجازه من تحقيق هذه الأهداف؟ متابعة طبعا، والإدارة برضو الوسطى بتتابع مع الإدارة التنفيذية، واضح؟ والإدارة العليا بتتابع مع الإدارة الوسطى، وهكذا. هكذا عرفنا المستويات. هذه بنسميها المستويات الإدارية من أجل تحقيق الأهداف التي تم تحديدها داخل المؤسسة، تتحقق من خلال العاملين في المؤسسة بالمستويات الثلاث: الإدارة العليا، الإدارة الوسطى، الإدارة التنفيذية، من خلال هذا التسلسل الإداري. نكون في هذه المحاضرة يعني شرحنا أهم الاعتبارات اللازمة لتحديد الأهداف، وشرحنا مستويات اللي هي الإدارة بأنواعها المختلفة اللازمة من أجل تحقيق أهداف المؤسسة. يعني في موضوع ثاني، تقسيم العمل، ممكن نتحدث فيه أو نأجله يعني أساس يكون مترابط مع بعضه البعض. في محاضرة قادمة نتكلم عن تقسيم العمل، لكن الآن نريد أن نناقش إذا كان هناك أي سؤال أو استفسار في المحاضرة هذه أو محاضرات أخرى، يعني أي سؤال أو نقطة غامضة نحن على تم الاستعداد لكي نناقشها ونجيب عليها. نفتح باب المناقشة الآن، تفضل. أما تنفيذ أهداف المؤسسة طبعاً تقسم على حسب الإدارات. نعم. إدارة على أهداف معينة، إدارة متوسطة أهداف معينة، إدارة تنفيذية أهداف معينة. نعم. جميع مصدر هذه الأهداف تحقق المؤسسة أهداف عامة. نعم نعم، بهذا الشكل. هي الأهداف العامة اللي منطلقة من وين؟ من السياسة العامة ومن التخطيط. هذه الأهداف تحول إلى الإدارة الوسطى، والإدارة الوسطى بتحولها إلى من؟ إلى الإدارة التنفيذية. ليش؟ علشان يتم تنفيذها من الإدارة، من العاملين التنفيذيين داخل المؤسسة. وهنا تتحول الأهداف حتى العامة، تنقسم إلى بعد ذلك تحويلها من الإدارة الوسطى إلى أهداف جزئية، أهداف فرعية،
أهداف بنسميها يعني متوسط المدى، قريبة المدى، إلى كل هذه الأهداف يعني من أجل تتحقق كل بوصلنا إلى ماذا؟ إلى تحقيق الهدف العام في المؤسسة أو الأهداف العامة للمؤسسة. نعم. نعم. الأهداف قصيرة المدى، ممكن نقدم المرونة على الأهداف الاستراتيجية. المرونة نعم، حتى على الأهداف الاستراتيجية. نعم، افرض احنا المؤسسة بتعمل وصمة السياسة وضعت هدف استراتيجي، لكن نظرا لظروف متغيرة في المؤسسة وفي المجتمع، وجدت ان هذا الهدف الذي وضعته المؤسسة الاستراتيجي لا يتناسب مع امكانياتها ولا مع قدراتها ولا مع الظروف المحيطة بها. ظروف احاطت بالمؤسسة، اجتماعية، اقتصادية، سياسية، غير ذلك. هذه طبعا بتخلي المؤسسة تفكر في الهدف اللي وضعته، تعمل ايه؟ مراجعة. ولذلك بنقول هي في يعني من اهم الاعتبارات اللي بنضعها اللي هو الاستقرار النسبي. ماذا يعني الاستقرار النسبي؟ ان تكون الاهداف واضحة لكن ممكن تتعدل، هي ليست جامدة، تتعدل، ان تكون قابلة للتعديل، هي فيها نوع من الاستقرار ولكن ليس الاستقرار المطلق، ها؟ لكن الاستقرار النسبي حتى تتعدل مع الظروف التي طرأت على المؤسسة او في المجتمع. فلذلك من هنا بنقول يعني لابد من تعديل هذه الاهداف، يجوز ومش خلاص يعني ان وضعنا هدف معناته لا، لابد يعني الإدارة العليا مسؤوليتها تنظر في ذلك، والإدارة المتوسطة والكل العاملين في ذلك ينظر في ذلك ومراجعة هذه الأهداف. نعم. ماذا أيضا؟ الله يعافيك، قول تفضل. لا في أي سؤال، احنا مستعدين يعني مناقشة. بنكون يعني في محاضرتنا هذه والمحاضرات السابقة، المحاضرة السابقة، أنهينا موضوع الأهداف بشكل عام. إن شاء الله بإذن الله تعالى في محاضرتنا القادمة سنتناول موضوع جديد وهو تقسيم العمل. تقسيم العمل اللي هي من وظائف أو من عناصر الإدارة اللي هو تقسيم العمل، سندرسه من كافة الجوانب والأسس الخاصة بتقسيم العمل والبناء التنظيمي للمنظمات ما هو، هذا كله إن شاء الله حندرسه وحنتعرض لهذه النقاط كلها بإذن الله إلى أن نصل لنطاق التمكن، كله بإذن الله في محاضرتنا القادمة. إحنا كل محاضرتنا الآن، هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة هي كلها في عناصر التنظيم الإداري، خلوا بالكم عناصر التنظيم الإداري كلها. نعم، أخذنا الأهداف إن شاء الله. تقسيم العمل حيكون في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى.